في الدنيا درجات، فهم في الآخرة نفس الدرجات. قلنا درجات الآخرة بقدر قلة انغماس الناس في حب الدنيا. صحيح، الدنيا والآخرة ضرتان إذا جاز التعبير. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. الليل والنهار لا يجتمعان، فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستويان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد، اجعل الدنيا وسيلة للآخرة وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدنيا يعني لا تنس نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة. هذا هو النصيب. فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر من غمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم سواء في الحق أو في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات في الجنة. في الجنة. طب من هذه الأسماء أو من الدرجات؟ من أرقى الدرجات في الجنة، من أعلى الدرجات. نحن قلنا إن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة أين الحمادون لله على كل حال، فهؤلاء الذين يدخلون الجنة دون حساب، بأعلى درجة. الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يعني في كل أمر يحمد الله لأنه يعلم أن الذي بسيطة، يعني تبدو بسيطة، تبدو بسيطة، هي عايزة تربية، تربية نفس، عايزة تهذيب. يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين، هذا باب يغلق على اللسان، ورغم ذلك اللسان وحش كأسر ينفلت. صح، الباب لأنني رغم أن وجود الباب لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى. ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح. يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين، يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر، تلك هي المصيبة. نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم. يعني نحتاج أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى. نعم. فقطاع كبير في الجنة هو قطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم تصدير الحلقة بآيات من سورة أواخر سورة الفرقان. عباد الرحمن. عباد الرحمن. هذه طائفة خاصة. يقال يقول بعض العلماء يعني أن هناك لوحة أو كأنما نتصور هكذا أو نتخيل أن هنا يسكن عباد الرحمن.